شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول بعض الأبعاد الفقهية لرذيلة من الرذائل الأخلاقية، بل موبقة من الموبقات الكبيرة التي أوعد الله عليها النار، بل ذنب يعتبر من أكبر الذنوب، لأنه نوع من أنواع الشرك بالله تعالى. وهذا الذنب هو الرياء، الرياء في العمل والرياء في العبادة. دخول الرياء في العبادة على أنحاء، وهنالك جامع يجمع كل هذه الأنحاء، هنالك جامع مشترك يجمع كل هذه الأنحاء من دخول الرياء في العبادة، وهذا الجامع هو جامع الجهل والضعف. الجهل والضعف لا يعتبر جذرا في الرياء فقط، بل يمكن أن نعتبره جذراً لجميع الرذائل الأخلاقية. البخل كيف يدخل في حياة المؤمن؟ يدخل عادةً إما من الجهل وإما من الضعف. الجبن
كيف يدخل في حياة المؤمن؟ كيف يكون المؤمن جبانا ولا يكون مقداما؟ جذر الجبن عادة إما الجهل وإما الضعف. هذان الجذران وهذان العاملان أيضا يتعلقان بما نحن فيه. إذا لم يكن الفرد جاهلا كيف يترك الحي ويلجأ إلى الميت؟ إلهي أنت الحي وأنا الميت. الفرد المرائي يترك الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، يترك الحي الذي لا يموت ويتجه بعمله إلى ميت لا حياة له. إذا لم يكن هنالك جهل وإذا لم يكن هنالك ضعف، كيف كان يترك الحي ويلجأ إلى الميت؟ إلهي أنت الخالق وأنا المخلوق. إذا لم يكن هنالك جهل وإذا لم يكن هنالك ضعف، هل كان يترك الخالق ويتجه بعمله إلى المخلوق؟ إلهي أنت الباقي وأنا الفاني. إذا واحد مو جاهل، هل يترك الباقي ويربط ذاته بفان؟ هذا عامله، إما عامل الجهل لأنه لا يجهل أن فلانا، لأنه يجهل أن فلانا الذي يعمل لأجله فاني، أن الشيء الذي ينتظره من فلان فاني، ولكن الله تعالى هو الباقي وجزاء الله هو الباقي. إما جهل وإما ضعف، ضعف واحد يعرف أن هذا فان وأن الله باق، يعرف أن هذا محدود وأن الله مطلق، ولكن فيه ضعف، فيه ضعف، فيه خور. هذه الضعف تجره إلى أن يترك ذلك الباقي ويلجأ إلى هذا الفاني. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فقط سيد الشهداء، سيد الشهداء قمة أولياء الله، من قمم أولياء الله. كل أولياء الله تعالى كلما زادت درجتهم، كلما زادت معرفتهم، التفاتهم إلى ما سوى الله يقل. كلما ارتفعوا في ذلك المقام لا يلتفتون إلى غير الله تعالى. يعني البشر ما إلى قيمة في نظرهم، مو أنه يحتقرون البشر، المؤمن لا يحتقر أي بشر، ولكن البشر في مقابل الله لا قيمة له. لذلك أولياء الله سبحانه وتعالى في حركتهم، في سكونهم، في قيامهم، في قعودهم، بل في كل حياتهم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الحياة إذا كانت تكون لأجل الله، والموت إذا كان إنما يكون لأجل الله. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقول: تركت الخلق طرا في هواك،
يعني حياة سيد الشهداء صلوات الله عليه كانت لأجل الله، وموته وشهادته كانت لأجل الله. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. هذا نموذج، ونموذج آخر يتكرر في كل زمان ويتكرر في كل مكان. رجل جاهل أو وضيع، لا يخلو من هذين الاثنين، إما جاهل وإما وضيع. سيد الشهداء صلوات الله عليه يثور ويقتل، وذلك النموذج الآخر أيضا يثور ويقتل، لكن لاحظوا الفرق بين المنهجين. سيد الشهداء يربط نفسه وعمله بالباقي، وهذا النموذج الآخر يقول عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إنه نصب الدين لاصطياد الدنيا. رجل متدين، ربما كان حمامة من حمامات الحرم، كان يصلي وكان يتعبد، وثار ضد يزيد حتى قتل، قتل وقتل معه أصحابه. ولكن الفرق أن سيد الشهداء ربط ذاته بالباقي فأبقاه الله، وهذا الرجل الذي نصب الدين لاصطياد الدنيا ربط نفسه بدنيا فانية فخسر الدنيا والآخرة، وهو عبد الله بن الزبير. هذا عبد الله الرجل الذي أحب أن لا يعبد الله عندما ولي الخلافة. ولي الخلافة أيام معدودة، كان يصعد فوق المنبر ولم يكن يذكر في خطبته النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ هذا الرجل ما كان يذكر في خطبته اسم النبي صلى الله عليه وآله. 40 يوما يخطب ولا يذكر النبي صلى الله عليه وآله. فقيل له في ذلك: ليش ما تذكر النبي؟ فقال والعياذ بالله، قال: إن له أهل سوء، إذا ذكرته اشرأبت أعناقهم. أهل بيت العصمة والطهارة الذين طهرهم الله ويطهركم تطهيرا، يعبر عنهم بهذا التعبير. الرجل فقد حياته وفقد أصحابه، وأهم من كل ذلك أنه فقد آخرته، لأنه ربط نفسه بالفاني ففنيت آخرته وفنيت دنياه أيضا. في تلك اللحظات الأخيرة عندما بعد ما كان إلى أي مهرب، القوات أحاطت به من كل جانب وكان على وشك الموت، جاء إلى أمه فسألها: ماذا أفعل؟ قالت له: إن كنت عملت لله فنعم الأجر أجرك، وإن كنت عملت للدنيا فبئس ما صنعت، خسرت آخرتك وخسرت دنياك. هذا هو الجامع المشترك، القاسم المشترك بين جميع هذه الأنواع. نأتي إلى أنواع الرياء.
كيف يدخل الرياء في العمل؟ الفقهاء العظام ذكروا أنواع دخول الرياء في العمل. نحن نذكر هذه الأنواع عسى أن نلتفت في أعمالنا، في نشاطاتنا، في عبادتنا ألا يتسرب الرياء إلى أعمالنا، ألا يهمنا كلام الناس وجزاء الناس ومكافأة الناس، أنه الناس شنو يقولون، ما هي نظرة الناس إلي، وما هي نظرة الناس إلى عملي، وكيف يكافئني أصدقائي. المكافأة مو مطروحة، أنا عملت لماذا لم يكافئني صديقي؟ هذا المنطق إما منطق الجهل وإما منطق الضعف. إذا كان العمل لأجل الله فلا تهم المكافأة، ولا يهم التشكر، ولا يهم أن يعرف الناس، المهم أن حسابك على الله سبحانه وتعالى. الفقهاء ذكروا أن هنالك أنواع من دخول الرياء في العمل، نذكر هذه الأنواع ونذكر حكمها أيضا. النوع الأول أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس، يعني هذا العمل متمحض في غير الله سبحانه وتعالى، صلاته، عبادته، طبعه للكتاب لكي يقال إنه محسن، ولكي يقال له إنه وجيح. هذا النوع الأول، وهذا باطل بلا إشكال. هذا النوع من العمل المتمحض في غير الله تعالى باطل، مو فقط باطل وإنما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة والرياء معا، يعني الرياء محرك والقربة أيضا محركة، يعمل العمل بدافعين ومحركين، بمحرك إلهي ومحرك نفساني. إذا 1% دخل الرياء في العمل فهذا العمل باطل. في الرواية المروية عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لو أن أحدا عمل عملا فأدخل فيه رضا أحد من الناس، أدخل فيه ولو 1%، ولو 0.5%، فهذا العمل باطل وهو مردود إلى صاحبه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، العمل لله، ولكن في هذه الأثناء يدخل في البيت رجل، يدخل في البيت شخص فيركع لإراءة ذلك الشخص الداخل، جزء واحد من العمل، ركوع واحد، سجود واحد، كلمة واحدة كانت لغير الله. هذا العمل الواجب الارتباطي أيضا باطل ولا يقبله الله، لأنه في هذه الحالة لو يكرر هذا العمل لو ما يكرره،
إذا لم يأتي بركوع ثاني فصلاته ناقصة، لأن هذه الصلاة لا تحتوي على ركوع، الركوع لغير الله لا يعتبر ركوعاً ولا يعتبر عبادة. وإذا أتى بركوع ثاني فقد زاد في الفريضة فعمله باطل. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن ينوي ببعض الأجزاء المستحبة الرياء. القنوت مو واجب، مو واجب نقنوت، واحد يتمكن أن يصلي بلا قنوت، ولكن يخجل، رايح ضيف إلى مكان هو يصلي عادة بلا قنوت، فيخجل أن يصلي بلا قنوت أمام صديقه فقنت في هذه الصلاة، شنو حكم صلاته؟ صلاته باطلة، الله لا يريد هذه الصلاة. النوع الخامس أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء. الصلاة لله كل يوم يصلي، ولكن الخصوصية المكانية لغير الله تعالى، يصلي في المسجد لكي يقال إنه خير، يصلي في الصف الأول لكي يقال إنه من أهل الصف الأول، يصلي في الجانب الأيمن من الصف الأول لكي يقال إنه من أهل الجانب الأيمن من الصف الأول، إذا هذه نيته فصلاته باطلة. ينقل أن أحد العباد دائما كان مقيد بالصف الأول، طبعا ماكو مانع واحد يتقيد بالصف الأول، هذه فضيلة أن يكون الإنسان في الصف الأول، ولكن نظره إلى الله مو نظره لأن يقال إنه من أهل الصف الأول، كان دائما مقيد. إذا اليوم ما أجيت للمسجد الناس يقولون ليش ما أجي للمسجد، في يوم من الأيام تأخر فوقف في الصفوف المتأخرة فشعر أن الناس دا يباوعوا ينظرون إليه، هذا اللي من أهل الصف الأول اليوم ليش جاي متأخر، ليش مو من أهل الصف الأول، فشك في كل عباداته وأعاد عباداته لمدة 30 عام. بعض الناس الذين يعطون الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة، كثير من الناس يتعلق بهم الزكاة ولا يعرفون، اللي عنده النخل في بيته وبلغ حد النصاب المعين، عنده تمر، هذا يتعلق به الزكاة إذا اجتمعت به الشروط. الزكاة فريضة منسية عندنا إحنا، 847 كيلو تمر إذا واحد عنده نخل في بيته مع الشروط، 847 وشوية تقريبا تتعلق به الزكاة، يحب هو يعطي، ليش أنت تحب أن تعطي؟ إذا لله ماكو مانع، العمل ما يختلف، ولكن إذا دخل فيه الذرة من غير الله فهذا العمل باطل وهذا الخمس باطل ويجب إعادته من جديد. إذا ذر دخل فيه غير الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله سبحانه وتعالى قال يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. المكان لغير الله، العمل باطل. النوع السادس أن يكون الرياء من حيث الزمان. الصلاة لله كل يوم يصلي، لكن متى يصلي؟ قبل طلوع الشمس بثلاث دقائق، بأربع دقائق، لكن اليوم رايح ضيف في مكان، يخجل فيخلي الساعة أول الوقت ويقوم ويصلي أول الوقت
حتى صديق النظر لا يتغير بالنسبة إليه. الطبيعي لله، ولكن الخصوصية الزمانية لغير الله. شنو حكم هذا العمل؟ هذا الطبيعي متحد مع هذه الحصة، فالفساد يسري من الحصة إلى الطبيعي، فهذه الصلاة باطلة ويرمى بها وجه صاحبها. النوع السابع أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، يصلي جماعة، مو من ناحية الزمان، مو من ناحية المكان، مو من ناحية الأجزاء الواجبة والمندوبة، وإنما من حيث الوصف. عندما في البيت يقرأ على منهجه، ولكن عندما يكون أمام الآخرين يقرأ بتأني، بخشوع، بخضوع. شنو حكم هذا العمل؟ خذ جزاءك ممن عملت له. ينقل أنه واحد هذا في يوم من الأيام فكر أنه إحنا كل أعمالنا مشبوهة، إحنا 30 عام 40 عام، حقيقة فد مرة واحد يموت ويشوف الله ما قبل ولا عمل واحد من أعماله، حقيقة مشكل، حقيقة واحد يجب أن يستعيذ بالله من ذلك. مثل ذاك الرجل اللي مات ولم يقبل في حياته إلا عمل واحد من أعماله، قالوا كل أعمالك مشوبة مو مقبولة. والعمل الواحد أنه في يوم من الأيام كنت تمر وكان بيدك فاكهة، وجاء هنالك الطفل ونظر إلى هذه الفاكهة، يبدو طفل فقير، فطلب من أمه الفاكهة، يبدو أمه فقيرة كانت ما كان عندها، فأنت قلبك تأثر، لأجل الله أعطيته هذه الفاكهة، فقد قبل منه هذا العمل. ليكون واحد في يوم من الأيام يجي وكل أعماله مو مقبولة، لأن الله يقول كل أعمالك كانت مشوبة، أنا ما أقبلها. من عمل لي ولغيري وكلته لغيري. المهم هذا شك في أعماله، قال في ركعتين خلي نصليها لله تعالى، راح إلى مسجد من المساجد المهجورة البعيدة، وقف يصلي ركعتين لله، ما حد ماكو في المسجد، وإذا بالأثناء يسمع خشخشة، واحد دخل في المسجد، فكر أنه هذا الآن، حقيقة هذه ضعة يعني انحطاط، واحد نظر يكون أن فلان يرضى عني، شنو قيمة فلان أمام الله؟ لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يكون الناس في نظره كالأباعر، مو احتقارا لهم، ثم يكون هو أحقر حاقر لذاته، ثم يرجع إلى ذاته فيكون هو أحقر حاقر لها. شنو قيمة فلان رضي عني؟ شنو قيمته؟ فلان مدحني، شنو قيمة هذا المدح؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، بكرة عندما وضعونا في الحفيرة هل ينفعنا رضا فلان أو رضا فلان؟ شنو قيمته؟ هل يدافعون عنك؟ من يدافع عنك أمام الله سبحانه وتعالى؟ دخل شخص فكر أنه الآن هذا الشخص عندما دخل يفكر شلون ولي من أولياء الله هذا جاي في مسجد من المساجد المهجورة في منتصف الليل وهو يعمل يصلي، فأخذ يصلي بتأنٍ أكثر وخشوع أكثر، ويمد في الكلمات ويطيل في الكلمات. بعد ما كمل التفت بنظرة وإذا بالداخل كلب أجلكم الله، فضرب كفا بكف، قال هاي الصلاة الأخيرة من اللي صليناها لله طلعت لكلب مو لله تعالى. حقيقة واحد يجي يوم القيامة كل أعمال لفلان وفلان وفلان ولفلان، وكل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
منثورا. أكو في الأحاديث إن أعمالهم كانت كأمثال الجبال، كلها مو مقبولة عند الله. الشيطان هواية يعرف، إحنا مو أول ضحايا الشيطان، ألوف الأعوام دا يعمل تجارب عجيبة عنده، مرة يدخل من هذا الجانب من جانب الرياء فيفسد العمل، لكن أكو جانب آخر الشيطان يدخل من الجانب الآخر يقول لا تعمل حتى لا يكون رياء. مرة من هذا الجانب يجي شي يقول، يقول رائي بهذا العمل. مرة يشوفك لا أنت لا ينفعك ذلك، يجي من الجانب الآخر أنه لا تعمل. هذه أيضا أحبولة من أحابيل الشيطان. أنت في بيتك كنت تصلي صلاة الليل، حتى إذا كنت ضيف صلي صلاة الليل، لا يهمك ما كنت تصلي صلاة الليل، ذاك بحث. في بيتك تصلي صلاة الليل، كنت ضيفا صلي صلاة الليل، أنت شو عليك؟ مو أنه واحد يقول لا حتى لا يكون رياء إذن ما صلي صلاة الليل، هذا أيضا مدخل من مداخل الشيطان. كيف كنت تصلي في البيت؟ صلي أمام الناس. مو أنه واحد يقول لا أنا ما أعمل عمل خير، أنا ما أسوي مسجد، أنا ما أطبع كتاب، لا يكون رياء، هذا أيضا مزلقة من مزالق الشيطان. واحد من المؤمنين كل يوم كان يجي إلى المسجد قبل صلاة المغرب، وكان يذكر فضائل أهل البيت ومناقب أهل البيت صلوات الله عليهم للمؤمنين، وحقيقة نعم العمل، واحد يوفق لخدمة أهل البيت بالكلام أو بالكتاب أو بالمسجد أو بالحسيني أو بأي خدمة، هنيئا له. كان يذكر لهم هذه الفضائل والمناقب والمؤمنين كانوا ينتفعون بذلك. في يوم من الأيام الشيطان دخل إليه وقال له ليكون عملك هذا رياء، ليكون هذا الذكر رياء، ليكون هذا سمعة، فأفضل شيء أن تترك هذا العمل. صاحب العروة رحمة الله عليه يقول أنه الشيطان يشكك المؤمنين في صلاة الجماعة من مختلف أنواع الشبه، راجعوا العروة، حتى يحرمهم من ثواب صلاة الجماعة. راجعوا العروة وراجعوا حواشي الفقهاء. فقال أفضل شيء أنه نرتاح ونترك هذا العمل، فترك هذا العمل. في يوم من الأيام يرى في عالم الرؤيا أنه راكب في مركبة، وهذه المركبة تسير نحو الأعلى، تمشي وتمشي وتمشي وتصل إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السماء السابعة. يقول أحسست بنشوة عجيبة لا توصف، ما أتمكن أعبر عنها. منين صعدت هذه المركبة؟ من المسجد، من نفس المكان اللي كان يقعد ويذكر فضائل أهل البيت للمؤمنين، صعدت من ذلك المكان ووصلت إلى السماء السابعة. يقول عندما وصلت إلى السماء السابعة رأيت أن هذه المركبة انفصلت عني، وأنا من السماء السابعة أخذت أوقع لي جوا وأشعر بحالة رعب وهول وفزع. يقول سقطت إلى أن وصلت إلى نفس تلك البقعة من المسجد، وسمعت هاتفا يقول لي من هنا صعدت وإلى هنا هويت. بهذا الإرشاد صعدت إلى السماء السابعة، ولكن عندما تركت الإرشاد هويت وسقطت. يقول أنا قمت. أحياناً واحد يسوي عمل خير بعدين يترك، الله لا يوفقه له. إذا واحد بيدعم عمل خير ليداوم على ذلك العمل،
احيانا واحد يترك عمل الخير الله ياخذ منه التوفيق ابدا بعد ما يوفق. روح يقول قام من النوم تاثر عاد الى المسجد وعاد بذلك البرنامج الذي كان عنده فلم يحضر احد، انفض البرنامج وسقط العمل. من هنا صعدت والى هنا هويت. الحقيقه احنا في هذه الايام القليله اللي عدنا، ايام قليله، فقضوا مآربكم عجالا انما اعماركم سفر من الاسفار. احنا يجب علينا ان نتزود. واحد ليترك العمل لشبهه، كل دقيقة شبهة أكو، أن هذا العمل رياء، أن هذا العمل كذا، أن هذا العمل كذا. الشيطان لا يترك المؤمن، ولكن من الجانب الآخر يجب أن يواظب أن لا يدخل الرياء في عمله، وأن يكون نظره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما أعان به الصالحين على أنفسهم. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم أبدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي